عايزه تركي النوتيليا بس. انا واثقه في ربنا وفيك انك هتكون خير زوج وسند وصاحب. ما ندمتش يوم ان انا اخترتك، بل بالعكس كنت انت اعظم واحسن انتصاراتي واختياراتي في حياتي. هطلب منك طلب، انا زي ما هشيل اهلك في عيني تشيل اهلي في عينك، والصغير قبل الكبير، ومع احترامي لكل اهلي، امي ثم امي ثم امي، وتروع عشان ما يزعلش برضه. كما سمعت وصاتوا على عائلتها، على أمه، على أمها بليتو، فرضت عليه أنه هي ما تعرس بيكن، ما يحترم الأقارب متاحة وخاصة أمها. برشة تعليق من بينهم اللي يعتبر أنه طريقة متاحة مستفزة وكأنها ماشية باش تحارب، فما اللي قال كلمة حلو أما ما عرفتش كيفاش توصلوا، فما اللي كتب وقال أنا كان عملت هيلي قدام الناس ولا لنعرس بها كنت نجم تقول هيلي بيني وبينها، وفما اللي كتب وليش هذي واحد باش يعرس وإلا باش يعرس بها ولا باش يعرس بعائلتها. ونوفى بالتعليق هذا، وبعد يقولوا علاش الشباب ما عادش يعرس. الفكرة باهية توصي فيه على دارهم، الطريقة هي اللي أثارت جدل. إش معناها توقفوا قدام العباد وتقري فيه وتعطي فيه في درس؟ حبت تعمل الشو قالوا، حبت تاخذ الهف، حبت ناصر البدوي، ما أنت خبير العلاقات تعرف الأمور هذه، تكتيك النساء تكتيك الرجال، ما رأيك في الموضوع؟ رفيق، هو المبدأ مش خايب، توصي فيه على أمه وبوها بيانسور معناتها من حاجة الإيجابيات أنك اليوم توصيك على عائلتها، وهذا حاجة عادية برشا. لكن اللي قلقني الطريقة يا رفيق، انك يعني انت تشده في تركينا في بيت في واحد مراس راس قوله يا اخوي ارحم والديك، كمان انا احترم لك عائلتك، انت احترم لي عائلتي، وتتسكر الدوسي وتحكي وياه، وهذا عادي. اما اليوم تشهر بيه كيك قدام العبيد، مش معقول. لو جيت انت تكتب في يا ودي نروح نبطل انا. لا لا سيدي بربي نبطل يا ودي، ما فهميش التعليمات، لا هذوما ما نحكيوش فيهم يا ودي. وقت اللي تجيني من السياسة واحدة واحدة نتعدى الميساج، اما باش تبدا تتقوى عليا تبطل، ما يتقوى عليا حد. وكان يبدا بوك حاضر بيسيوش يكون هذا يقول لك ناصر ريد بابا كي نغمزني وفايت سكر الدوسي ونقبلوا الوضع. يا ناس ما كان باه يا عمر قولوا له ديس ملي كملوا العشرة. يا ناس ما كان باه برنس فيسا طريقة حلوة اللي قالتها بها، انا نتقبلها نقبلها، وفي الوضع هذاك بالضبط نبوسها من راسها ونقول لها برافو عليك حلوه خليت تغفروا لك كيف قالك برافو عليك. نعرفوا معايا ديما نعرفوا معايا الاشارات تدل على ذلك. معناتها تضحك ماهيش عطات وورد وقفتك وخاطر رد بالك. لا لا حلو وسط على امها على ابوها على قوتها على كذا يا خويا برافو عليها. ونعاود نقولها مره اخرى نعطيها قبله على جبينها. زيت انا رفيق لا نعطيها قبله لا شيء. ساعه تحكي بدا قله الاحترام تعمل هكا عده باش صبح احنا رجالك احنا نسيت والله لا باش تتلهى له لا بام ولا بوه لا شيء. وهو وينه هو العروض مخبي ساعة ركبت عليه وحياته دمار وحياته صلاتة ومشيت في موقف وش تعمل؟ والله لا نعرس والله تبطل والله وحتى نبدا دافع اللحظة ذيك والله قلت لك نفس السؤال سامي الفاري حاضر ويغمزك يغمزني قولوا اخر قرار صدق صدق كيف الناس واضح واضح. شكون يحب يعلق على موضوع سندريلا؟ سونيا كيسوني نعرف وراك بين الشباب بالنسبة لسونيا. ليه هي حابة تشاهد عليه خاطر اذا كان باش يقعدوا راس راس في تركينا نهار اخر ينجم ينكر هي قتله. كيف ما انا باش نكون باهيه مع ناسك انت لازمك تكون باهي مع ناسي خاطر هو الزواج راهو من شرط من شروطه هو الاشهار وهذايا شرط من شروط الزواج وزادة المبادئ اللي باش نتفقوا عليهم اشهرتهم قدام الناس الكل رانا هاو على شنو متفاهمين انا بيا مع ناس كنت بيا مع ناس. هو راهو في الغرب عندهم حاجه يسميوها لي شانج دو فو يقفوا قدام بعضهم ويقولوا لبعضهم شنو اللي يحبوا قدام الناس الكل يتفقوا عليه في العلن. دونك ربما هي خطوه يقولوها يبداو هكا فوالا هي فوالا يقولوها كل برشا حب وبرشا هي ضرت لي تتحلف شويه تتحلف شويه يمكن بالربثه مسكينه والله يمكن بالربثه اللي تعمل في الشوش تؤمر فيه رفيق ليبش معناها تقولوا ليد صغير معلمه واسمعوا لازمك تعمل هكا وهكا وهكا ولا راهو ما فماش عرس كانوا تفهموا هكا انا نقول لك كنت تقول لي جات محلاها صح لو كان جات كيما قلت انت هكا خرجوا يا حبيبي انا عايزك كذا وكذا وكذا فهمت
الام بامي ودرسنا كروزما ما مثلتش نهار ولا معيط ليش المثل تي ام بامي اسمعتي شوف المشهد تقول حضبه تقول حضبه معناها كيفاش مقاشقجين معناها محمود مانيش نعطيك رايك خاطر مهما يتشرطوا عليك عندهم الحق عادي معناها يلزمك تقبل المراه والله محليها ساعه عجبتني سامباتيك سامباتيك وقتلوا من الاول امي وكها وعائلتي من فم الباب ولا من القاعه فم البير مش الباب دش تغمك يا فم الباب وداخل من فم البير ولا من القاعه هي راهو الحقيقه الحقيقه البوليميك اللي صارت راهي تصير عند الناس الكل كل يوم احنا ساعات كي تجي مثلا امرتك وكل الحكايات اللي نعرفوها وتجيب حذاك للدار وحماتك ونسيبتك واحد هذه تصير كل يوم عندنا احنا في عائلاتنا هذه قالتها من الاول دوك العباد ما هضمتش كيفاش اون بوبليك بحضور الضيوف ما عنده حتى معنى الا انه حبت تعمل شو خاطر الراجل كي بيشهد عليك هذاك هذاكم هم بعد يكون مش في المستوى باش خاف منهم معناها شهدت عليه زعما انت وكيل الجمهوريه عادي دونك زايده كانت نجم تكون سير المفاهمه واحدهم يحكي وانتهى الموضوع سونيا تقول لك بون بلوز مو الحاج فرحان بالحكايه هذه قال لك ما شاء الله عليك شكون غلى علينا الخبز الحاج وامثال الحاج